حضرتك برضو تكلمينا ازاي ممكن بتوصلوا الفرحة والاحتياج للناس؟ احنا بنتعامل مع احنا مندوب بورسيه من البورسيات الموجوده على مستوى الكرازه في جمهوريه مصر العربيه. بنتعامل مع اسقفيه الخدمات من سنين كتيره جدا، من سنين طويله. اسقفيه الخدمات انا هتكلم عن برنامج اغابي بالتحديد. برنامج اغابي بيقدم المحبه، اذا كان في برامج تانية في الاسقفيه بتقدم التنميه بصور مختلفه، برنامج اغابي بالتحديد متخصص في تقديم المحبة بصورة كاملة من خلال أوجه كتير للمساعدات. أول حاجة بنشوفها مساعدات العرايس اللي هم ليهم ظروف خاصة جدا، بيكون برنامج أغابي داعم لينا جدا. بتكون عروسة ليها بيقدموا لنا ممكن عطية مادية، ممكن هدايا بتفرح العروسة، ولكن أنت تخيلي بقى لما تكون العروسة جاية. وطبعاً كل ده بيتقدم في صورة فيها كرامة للعروسة أو لأسرتها، وفي صورة فيها ستر جداً للأسرة. كمان في برنامج تاني اللي هو برنامج المرضى، وده ليه أنشطة مختلفة. ممكن نقدم في أمراض مزمنة، بنقدم لهم أسقفية الخدمات بتساعدنا إن هي تقدم لهم الأدوية بصفة طول الفترة اللي هم محتاجين فيها العلاج بصفة شهرية، وأيضا بتساعدنا كمان في العمليات الكبيرة اللي ممكن تكون فوق طاقة المريض نفسه، كداعم لكل أبروشية على قد وجهة نظرها. والأجهزة الطبية كمان، الأجهزة التعويضية دي مهمة جدا. وفي كمان تحت مظلة برنامج أغادي أو نشاط أغادي، في أيضا مساعدة المدمنين اللي هم محتاجين أو يعني عندهم الإرادة إن هم يتعافوا. فبصراحة برنامج أغادي بيدعم الكلام ده كله، بيقدمها بمحبة وستر وصورة جميلة جدا. وأنا بكل المحبة بشكر حضرتك. شكرا جدا دكتور أمل. شكرا.